السلام عليكم. خلونا نتكلم عن الدراسة. Production value. من زمان وانا عايز اتكلم في الموضوع ده. دلوقتي الدراسة بتقعد 12 سنة، 6 ابتدائي 3 اعدادي و3 ثانوي. 12 سنة من حياتك بتتعلم. ايه سبب اهمية التعليم وليه هو شيء مفروض، ليه هو شيء لابد منه؟ يعني مثلا انا عندي ناس اعرفهم من ساعة الثانوية لحد دلوقتي وهم لسه مش عارفين عايزين يعملوا ايه في حياتهم. طيب ايه لازمة التعليم؟ اوكي، خلونا نبدأ بأول مرحلة تعليمية، اولى ابتدائي، واللي هينكر فهو شخص كذاب. فلازم تعترف وتقول الحقيقة، لان دي حاجة سيكولوجية وعادية جدا. من الاخر، مين اللي عيط في اول يوم مدرسة؟ يرفع ايده. ايوه، انا عيطت في اول يوم في اولى ابتدائي، وانت كمان. ولكن بجد انت لو فكرت في الموضوع، الموضوع اصلا يرعب. اهلك سايبينك لوحدك وبيمشوا وانت بتقعد تعيط وانت متعرفش اي حد من الناس اللي حواليك، والعيال اللي حواليك يقعدوا يضحكوا لحد ما بيجي عيل جديد الصف، فانت بتكون اتعودت على الموضوع فبتقعد تضحك عليه. الواحد ما كانش فاهم كونسبت الايروني في الايام دي. وبعدين بتبدا تتعلم من الاساتذه اللي عندهم اهم شغلانه في الدنيا. ولكن بصراحه من اللي انا شفته في نوعين، النوع اللي بيعمل اللي عليه والنوع اللي بيزعق وبيدي واجبات بس. طيب هو مش المفروض الواحد يتعلم ويفهم قبل ما يحل واجبات؟ ومن هنا بتبدأ تتزرع فكرة في دماغ الطالب ان هو فعلا مش رايح المدرسة علشان يتعلم، هو رايح المدرسة علشان يحفظ 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 ويحاول على قد ما يقدر يعرف ايه اللي هيجي في الامتحان وبعدين يعمل كوبي بيست. وتطلع من الابتدائي وانت معاك ايه؟ معك شوية أساسيات رياضيات على علوم على عربي، وقصة عقلة الإصبع بالنسبة لك هي قمة العمق. هيبستر محمود، يا عقلة الإصبع نستالجا. وبعدين بتدخل إعدادي، سنوات اكتشاف النفس من كل النواحي، عقلك بيبدأ يتفتح والمفروض إن أنت تشغل صح؟ ولكن في الوقت ده أنت بتكون مشتت. هل انا لازم اكون مع صحابي 24 ساعة علشان اعمل لنفسي اسم في المدرسة وابقى الكبير، ولا اذاكر وكده؟ لا يا عم، انا لسه في اعدادي، المذاكرة لسه وقتها مش دلوقتي. اوكي، وبعدين بتدخل مرحلة الثانوية، هتقضيها نوم وصحابك وكده ولا هتذاكر وتتعلم حاجة؟ لا يا عم، انا لسه في اولى ثانوي. بعدين بتوصل تانية ثانوي، لا يا عم انا لسه في تانية ثانوي. وبعدين بتوصل لاخر مرحلة، الثانوية العامة. هو الواحد بيذاكر ازاي؟ وده بالظبط اللي بيحصل. كل النظم التعليمية ماشية على النظام ده، اللي هو كل السنين ولا ليها اي لازمة ولا ليها اي معنى، بس ذاكر في تالتة ثانوي. طيب ايه لازمة العلم مادام انت مش مستفيد بيه؟ كوبي بيست بس عشان تنجح. وعلى فكرة السبب مش من النظم بس، الاهالي برضو ليهم دور كبير ان هم يبوظوا في عقل الطالب ان يخليه بس ما يذاكرش الا في ثالثة ثانوي. لان من ابتدائي الاهالي بتقول ايه؟ ركز كويس، لازم تنجح، السنة الجاية شهادة. وبعدين توصل سنة خمسة ابتدائي مثلا، ذاكر كويس، السنة الجاية شهادة. ونوصل اعدادي ولاقي ان في ناس جايبة درجات زبالة بس معايا في نفس المرحلة التعليمية. طيب انا ليه اشغل دماغي واتعب دماغي في كل ده؟ ما اذاكر بس علشان انجح واعدي المرحلة دي وخلاص. لحد ما بتيجي الثانوية وكله بيتقل، الموضوع طلع بجد. بصوا بصراحة من وجهة نظري انا شايف ان الثانوية العامة اوفر ريتد شوية. يعني بجد بصراحة، لو انت من وانت صغير متعود على الدراسة وحب التعلم عموما، مش هتكون صعبة باي شكل من الاشكال. التفكير حاجة مهمة جدا، لازم الإنسان تكون دماغه شغالة ويكون عنده حب المعرفة. اسأل أي حد في مدرسة دلوقتي، أنت إيه اللي شاغل دماغك؟
هيقول لك مثلا هخرج فين النهارده، وهي دي المشكله، مفيش تشغيل دماغ. واول لما يتخرج من الثانويه بيدخل في مرحله الايرور، انا مش عارف اعمل ايه في حياتي، وبعدين بيدخل في آله المجتمع، بيبقى روبوت. المجتمع بيقول هندسه حلوه، طيب هو انا بحب هندسه؟ مش عارف. بتجيب فلوس؟ اوكي. 12 سنه تعليم، اتعلمت منهم حاجه؟ في بلاد بداوا يعملوا فيها التعليم بالافكار، يعني مفيش حوار المناهج وحوار امتحانات اخر السنه والجو ده، لا انت بتداوم في بدايه العام الدراسي، وكل اللي بتاخده فكره، والفكره دي بتفضل شغال عليها طول السنه الدراسيه بتاعتك، وانت بقى بتحاول تحل مشاكل في الفكره دي. ممكن تستعين بشويه رياضيات، مشاكل رياضيات تقابلك، شويه كيمياء على شويه فيزياء على شويه فلسفه ممكن تطلع لك، وهي الحاجات دي هي اللي بتخليك تشغل دماغك وتتعلم منها. ومفيش بقى شغل دروس خصوصيه ولا غش ولا الكلام ده، كل اللي انت بتعمله ان انت بتفكر وبتتعلم وبس كده. بصراحه لو في ال 12 سنه دول انت ما شغلتش عقلك، يبقى كل اللي انت استفدته هي ورقه ملهاش قيمه. عندي ليكم سؤال، ايه هو من وجهه نظركم سبب فشل التعليم؟ هل هو الانظمه ذات نفسها ولا العيب من الطلاب؟ بالنسبه لي انا شايف من الاخر، اللي عايز يتعلم هيتعلم، انما فكره النجاح وخلاص المترسخه في عقول الطلاب دي هي اللي مبهدله الدنيا. قولوا لي ايه هو سبب فشل التعليم من وجهه نظركم في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. طبعا انا عارف ان انا وقفت فتره، ولكن لاسباب كتيره، وعلشان الفيديوهات رجعت وكده، خلونا نوصل الفيديو ده ل 4000 لايك في اقل من اسبوع. انا واثق ان احنا نقدر نعمله، ولو انت بتتفرج على الفيديو ده ومش مشترك في القناه اشترك في القناه. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. سلام. يا نهار اسود. خلي دي.